أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار، معكم عثمان محمد علي. ذكرت قناة الجزيرة في تقرير بثته أمس أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا إلى مدينة دبرة برهان هاربا من الحرب المستعرة التي دخلت أسبوعها الثالث بين القوات الوطنية وجبهة تحرير تيغراي الإرهابية، حيث زار فريق الجزيرة المنطقة التي تبعد من المواجهات العسكرية 200 كيلومتر، رصد المشهد من مدينة دبر برهان في إقليم أمهرة التي تبعد من العاصمة أديس أبابا قرابة 130 كيلومترا، ويبلغ سكان المدينة 56 ألف، ونتيجة للحرب استضافت الآلاف من النازحين لأنها الأقرب إلى مسرح المواجهات العسكرية، ولذلك نزح عليها حوالي ربع مليون هاربا من الحرب، حيث تعتبر مدينة دبر برهان مدينة استراتيجية للحكومة الفيدرالية لما تمثله من الأهمية من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية، وهي مدينة صناعية وتعتبر مركزا للاستثمار الأجنبي، لكن الحرب ألقت في ظلالها السالبة عليها، حيث تعيش المدينة وسكانها حالة من التوتر وتخيم عليهم أجواء الخوف والترقب، حيث تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأغلقت المدارس وتحولت المدينة إلى مناطق عسكرية وملجأ للاجئين. كما هو معروف إن الحرب التي تدار في ثلاثة أقاليم هي إقليم أمهرة وتيغراي والعفر قد تمتد لاحقا إلى البلدان الثلاثة المجاورة وراءها، وهي إريتريا وجيبوتي والسودان التي لها حدود مشتركة مع الأقاليم الثلاث. قال المتحدث باسم نواب الشعب سابقا السيد أبادولا جمدا إن الضغط الخارجي على إثيوبيا ينبع من الخوف من أن تعزز إفريقيا من أن تعزز مكانتها في أفريقيا إذا حافظت إثيوبيا على سيادتها، وقال إن القوى الأجنبية تعمل لممارسة الضغط على إثيوبيا إذا حافظت على سيادتها وسيتم تعزيز أفريقيا. وقال السيد أبادولا إن الحكومات الخارجية تزيد من ضغوطاتها على إثيوبيا قائلة إنها ستحافظ على سيادة إثيوبيا بكل الطرق ولن تخون المصلحة الوطنية للشعب ولن تقبل أي لف ذراع. كما أضاف إن القوات الأجنبية تعمل لممارسة الضغط على إثيوبيا حيث حافظت على سيادتها سيتم تعزيز أفريقيا. وبحسب أبادولا الحكومات السابقة مهتمة بتنمية النيل لكنها لم تكن قادرة على تحمل التكاليف ولم تستطع أي دولة إقراضها ودعمها في هذا المجال. وفي سياق متصل قال السيد لينتش أولتا أحد كبار السياسيين في أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية الأخير يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل تحميل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية المسؤولية عن جرائمها التي ارتكبتها في منطقة نفاس موتشا في إقليم أمهرة. قدم السفير الإثيوبي لدى السودان سعادة السفير يبل طال الإحاطة الصحفية لوسائل الإعلام السودانية والأجنبية بالخرطوم حول الأوضاع الراهنة في إثيوبيا، وحث السفير وسائل الإعلام على تقديم المعلومات الدقيقة وصادقة للعالم والامتناع عن التعاون لزعزعة السلام والأمن في البلاد. وقال سعادة السفير إنه من المهم بالنسبة للسودانيين والمجتمع الدولي إيجاد المعلومات الصحيحة حيث يتمكنوا من فهم الواقع، حيث تسعى بعض وسائل الإعلام العالمية بتشويه صورة إثيوبيا من خلال نشر القراءات الكاذبة مضللة وغير صحيحة. واستنكر السفير ما أسماه التضليل من بعض وسائل الإعلام الغربية، وقال إن الدعايات الكاذبة التي أطلقها أنصار الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية وبعض وسائل الإعلام الغربية والجهات الأجنبية بأن أديس أبابا محاصرة ما هي إلا محاولة لإرهاب شعبنا ولخلق الفوضى في البلاد. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي قال إن التطورات السياسية في السودان بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في يوم 25 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2021 على وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة لمجلس السيادة الجديد، حيث لاحظ رئيس المفوضية للأسف أن الجهات الفاعلة السياسية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي والسلمية للسلطة، وبالتالي قرر أنه لا تستجيب لتطلعات الشعب السوداني بما يتماشى مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه بتاريخ 26 أكتوبر من تشرين الأول. وجدد رئيس المفوضية دعواته للسلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري تماشيا مع المرسوم الدستوري المتفق عليه طرفي النزاع في شهر أغسطس لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام في السودان بتاريخ 3 أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. ومن المتوقع أن يرسل رئيس المفوضية مبعوثا إلى السودان في المستقبل القريب جدا بناء على طلب مجلس السلام والأمن لتشجيع جميع أصحاب المصلحة على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.
انطلاقا من أوجه التشابه بين اللغة العربية والأمهرية، تظل العلاقات الإثيوبية بالشرق الأوسط أزلية، وتظل إثيوبيا بلاد عدل يلجأ إليها كل من ضاقت به نفسه، كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. مزيد من التفاصيل تابعوا معنا. إن العلاقة بين اللغة العربية والأمهرية لا تقف في حدود الاشتراك في الألفاظ والكلمات، وإنما تتعدى ذلك إلى التركيب النحوي للكلام وطريقة تصريف الأفعال والتطابق في الضمائر المنفصلة والمتصلة وطريقة اتصالها بالأفعال والأسماء. وتعرف اللغة الأمهرية قديما باللغة الحبشية أو الجعزية، ومن الجعزية تفرعت اللغة التيغرانية والتيغرية والأمهرية والعفرية وبقية اللهجات الإثيوبية، والجعزية بمثابة اللغة الكلاسيكية للغة الأمهرية، شأنها شأن اللغة العربية المكتوبة. ويرى بعض المؤرخين وفقهاء اللغة أن الجعزية تفرعت عن لغة حمير وسبأ مماليك اليمن القديم، وأن الخط الحبشي مأخوذ من الخط الحميري، بينما يرى آخرون أن إثيوبيا هي أصل الأقوام السامية، ومنها تسللوا إلى اليمن ثم إلى شمال جزيرة العرب وبلاد ما بين الرافدين وبلاد الشام، كما ذكر ذلك الدكتور محمد سعيد رئيس قسم اللغة العربية في جامعة أديس أبابا ومؤسس أقسام اللغات العربية في جامعة أديس أبابا وفي إثيوبيا عموما. فإذا سواء كانت اللغة الأمهرية واللغة العربية يلتقيان في الأسرة اللغوية، ثم بعد ذلك ترى أن هناك مجالات التلاقح بينهما كثير جدا، سواء على مستوى المفردات كما ذكرت وعلى مستوى الأصوات كذلك. هناك دراسات جادة قام بها بعض المصريين دكاترة متخصصين، وكذلك الإخوة الإثيوبيين الدارسين في كل من مصر والسودان أجروا دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين اللغة الأمهرية واللغة العربية، ما بين رسائل دكتورة ورسائل الماجستير هناك. وأضاف الدكتور محمد سعيد أن على الأجيال القادمة أن تجعل من اللغة العربية جسرا بين إثيوبيا والشرق الأوسط اللغة المحلية واللغات الوافدة كذلك، فهذا الذي يضمن استمرار وكذلك إعطاء صورة صحيحة لهذه العلاقة، وإلا تعرف مجموعة من الأطراف الثالثة عبثت بهذه العلاقة وقدمت دراسات مزيفة على أن علاقة إثيوبيا بالعرب ليست تاريخية يعني، ويعني دراسات غير أكاديمية مغرية سياسية. فنحن في حاجة ماسة إلى القيام أولا بتأصيل هذه العلاقة بين العرب والحبشة، ثم بعد ذلك القيام بالرد على هذه المزاعم والأكاذيب التي. وأضاف الأستاذ محمد سعيد أن علينا أن نصحح المفاهيم الخاطئة حول إثيوبيا، ونجعل إثيوبيا كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم ملجأ للعدل والإنصاف ومكانا آمنا لكل من ضاقت به نفسه، وأنها كانت فعلا دائما تعطي، دائما كانت في القمة في سلم الحضارة، في سلم العطاء كانت دائما يعني. فكانت هي قلعة يلجأ إليها المضطهدون المستضعفون، نعم. فلذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف البلاد بطريقة تستحق أن نكتبها بماء الذهب ونعلقها على مطارات دولية في بلادنا، نعم. اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد، فإنها أرض صدق. هذا الكلام يعني كلام لو قيل في حق بعض الدول لاحتفلت به، لشيدت له مباني وكذا. قال المؤلف والسياسي المهندس زليقي ردة: يجب أن نحمي سيادة بلادنا دون أن تخيفنا أكاذيب أعدائنا التاريخيين والمبعوثين الغربيين. وقال إن الجمهور يجب أن يركز فقط على تدمير الجماعات دون أن تخيفه دعاية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية. مزيد من التفاصيل في أوري زولتي. يشترك العديد من العلماء في الرأي القائل بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هم اللصوص الذين يشوهون البلاد بالكذب والمؤامرات.
قاموا بتعذيب الشباب الأبرياء وإطلاق النار عليهم وقتلهم في مقابر جماعية. هل الرغم من الفظائع التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تم إبعادهم من مقر القوات المسلحة للبلاد، ولكن الآن يحاولون في جمع الأنقاض المتبقية وإعادة أحيائها. قال السياسي والمؤلف المهندس سلكردي، يجب على المجتمع محاربة الدعايات الكاذبة لهذه العصابة. بروباغاندا ومندنو ولت عينتنو. عندما أخذوا الجماعة الإرهابية الحكم أخذوه بالدعايات والإشاعات الكاذبة، إضافة على ذلك عندما يريدون أن يساعدهم الآخرين فإنهم يقتربون إليهم عن طريق جعلهم شركاء وحلفاء لهم من أجل القضاء على العدو المشترك. إضافة لذلك حتى شعب تيغراي في بادئ الأمر لم يتقبلهم، ولكن هم جعلوه له مكيدة، وهي اصطنعوا مجرى سوق حوزين لكي يكتسبوا تأييد الشعب لهم. قالوا الذي فعل هذه المجزرة هو النظام الدرك الذي كان في ذلك الوقت. وعندما تنظر إلى إقليم أمهرة فإن شعب أمهرة في ذلك الوقت حصل عليهم الظلم من نظام الدرك الاستبدادي، فلذلك أدخلت الجماعة الإرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى إقليمها، وكذلك فعلت إقليم أورومو وأسس حزب أوبيدو وأويل إف التي هي جبهة تحرير أورومو على أساس تأسيس حكومة مشكلة من جميع الأحزاب تعمل على إدارة البلاد. متناسين أن أثيوبيا بلد دم وعظام أطفالها الوطنيين، ما زالت القوات الإرهابية تبذل قصارى جهدها لتدمير البلاد. لذلك يقول المهندس زلكي أن أثيوبيا ليست دولة ستدمرها الدعايات الكاذبة. هوات تلوات بحري الله يمايلوط بحري وجن كداتنيتو نو كدتو ايلوط. إن الجماعة الإرهابية لديها تصرفات متغيرة، ولكن شيء واحد لا يمكن أن يغيروه هي الخيانة. خيانتهم لا تتغير. في الأول خانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الجبهة تحرير أوروميا، وكان الشعب أورومو وأمهرة، وإذا رأيت والكعيد فإن شبابها قد دفنوا أحياء، وشباب أمهرة عذبوهم وحبسوهم في الظلماء حتى أصبحوا أعمياء، وكانوا يعذبون أيضا شباب شعب أورومو حتى يجعلوهم لا يلدوا مجددا، وهنالك الكثير من الشباب الأذكياء الذين أصبحوا معاقين بسببهم. وأشار إلى أن العديد من الأثيوبيين قد قتلوا بالرصاص خلال النظام الإرهابي، مضيفا أن المجتمع يجب أن يستمر في إحباط هذه المؤامرات بالوقوف معا. وذكر أيضا أن الغرب يحاول الضغط على مجلس نواب الشعب من خلال دعم الجماعة الإرهابية، ولكن الأثيوبيين يحتجون علنا على أنهم سيحمون بلادهم بكل إمكانياتهم. هاي سبات تامت بمولو عندنا قطرهم بمكنس ولتنيا درجة. يقال إذا واجهتك نفس العقبة 3 مرات فإن المشكلة ليس في العقبات بل فيك. وخلال 27 عاما أولا لقد انخفض عدد سكان شعب أمهرة، وثانيا أخذوا شعب أمهرة كالعدو الأساسي لأثيوبيا، وأيضا نفس الشيء حصل لشعب أورومو. على سبيل المثال بيع أراضي الأورومو ونزحوهم وتقليل مراكزهم. قديما كانوا آباؤنا من مختلف مناطق أثيوبيا وأقاليمها يقومون لمحاربة الإيطاليين وحماية بلادنا، والآن إذا رأيت ما تفعله أمريكا هو إخافة الشعب وجعل البلاد غير مستقرة من خلال الدعايات الكاذبة لمواطنيها الذين يعيشون في أثيوبيا. ونحن لا يجب علينا أن نعطيهم الفرصة لزعزعة السلام والاستقرار في البلاد، ويجب علينا أن نحميها بكل ما لدينا. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. هناك نداء من جهة الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم أمهرة من أجل إنقاذ البلاد. ما هو دور المجتمع لتلبية هذا النداء في رأيكم؟ هذا النداء ربما لبوا الشعب، نراه في التلفزيون، الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، نرى كل يوم أن الشباب كلها متأهبة، كلها مستعدة للدفاع عن الوطن. فلذلك من أنا أشوف العفر، الشعب العفري قطع هذا الدفاع حتى ولو لم يقوموا به لا سمح الله في الشعوب الأخرى. نحن وصلنا إلى مرحلة لا عودة فيه،
وقطعنا الشق باليقين. فبالتالي حكومة وشعبا الشباب والنساء كلهم موجودين في الكمين، كلهم موجودين في الدفاع. حتى الآن يستمر في بعض الأماكن 4 أيام متتالية حروب، فلذلك الضحايا لابد منه. فلذلك لا يمكن أحد يدافع عن سمعتك وعن كيانك وعن إمكانيتك وعن استقرارك وعن بلدك، ولا بد أن تضحي أولا أنت، لأن جيش الوطني، جيش الوطني محدودية قدرته، محدودية عدده، لأن الشعب هو الأقوى. فبالتالي أعتقد أن هذا النداء وجدت أذن صاغية، فبالتالي يتأهب من جميع الأقاليم. كل التصريحات سمعناها، إن شاء الله قريبا أيوة بالقندر وفي الصومال وفي العفر كلهم استعدوا. نسمع حتى أمس القريب كنا نسمع الجنوب شعوب الإثيوبيا. فبالتالي النداء وجدت في محلها، القوات المسلحة الباصلة موجودة في الساحة، وكذلك الشعوب كلها متأهبة. إن شاء الله الأمن أولا، لابد أن نؤمن الأمن هو الأول وهو الذي يقرر المستقبل. إذا لم نهتم في أمننا ولا أحدا يستطيع أن يحقق أمننا. فبالتالي كل شيء بيدنا وكل شيء إمكانيتنا، ولا بد أن ندرك الموقف قبل أن نندم. فبالتالي ما حدث في الشرق الأوسط الآن، نعم نعم، لأنه هذا مجموعة الحفنة صغيرة، عصابة، شفت كيف؟ لا يمكن أبدا أن نسلم به. في هذه المرحلة لا بد أن ندعم الجيش، لا بد أن ندعم الحكومة، ولا بد أن نستعد كل إنسان بما يستطيع أن يفعله. كانت تحصل في إقليم العفر، في رأيكم لماذا كل هذه الأعمال الإرهابية بحق إثيوبيا؟ هل لا تطلعنا على آخر التطورات فيما يحصل في إقليم العفر الآن؟ الشعب العفري أولا عرف قبل غيره أن هذه المجموعة تستهدف النهب والسلب والتشريد والسرقة قبل أي شيء، ثم تدوس على سمعتك، تدوس على مستقبلك. فلذلك الشعب العفري تقريبا تكلم قبل غيره أستاذ رئيس الإقليم العفري السيد أول عربة، عرف هذا الأمر. فبالتالي الشعب العفري عمل تاريخي في غاليكوما، عمل تاريخي في كلون، عمل تاريخي أيضا في يلو، وعمل تاريخي أيضا في كل مكان. والآن نعمل ونصنع التاريخ بيدنا، ونصنع التاريخ، لأنه لا تردد في هذا الأمر. حتى تمسك في كل بيت يتحدثون عن هذا الغزو. فبالتالي المصير والأهداف نعرفه مسبقا، نعرفه، لأن هم أصلا مجموعات العصابة لا تحترم به. إن داسوا ودخلوا في بيوتنا، شفت كيف؟ ليس هم دولة ولا هم منظمة، ولكن مجموعة عصابة اتفقت في التخريب والنهب والسرقة. فلذلك أن الشعب العفري بالتأكيد هيدفع هذا الفاكتور، هيدفع هذا الفاكتور.
والشعب الإثيوبي كذلك أنه بدأ يستوعب هذا لأنهم يدعوا الكذب، يسيطرون في منطقة فلانية ووصلوا في منطقة فلانية وقطعوا الطريق هكذا، يرسلون صور الكذب، تواصل الاجتماعي، يكذبون على كبيرهم، على معلموهم ممكن يكذبوه، ولكن نحن نقطع الأمر باليقين، هذا هو المطلوب. السؤال هنا الآن، ما هي أيديولوجية هذه الجماعة الإرهابية؟ يقومون بنهب ممتلكات الشعب العام، مثل ما ترى أنهم كانوا في دسي وانتقلوا الآن إلى مناطق كومبليشا وإلى باتي، ينتقلون من أماكن إلى أماكن ويقومون بسرقة الممتلكات الشعب. هذا هو هدفهم، لأنهم إذا لم يكونوا، إذا عندهم ذرة من العقل، لا يستطيعون أن يسيطروا مناطق التي دخلوا فيها، لا يسيطرون على أقرب نقطة وهو اللماتة، لا يسيطرون ولا يستمرون في السيطرة، وليس لهم الوجود في إلا في أوقات محددة، ولكن كلما دخلوا نهبوا، كلما دخلوا حتى في البيوت لو وجدوا فيه كيلو أو شيئا من اللي هو الشطة، إذا وجدوا في البيوت شطة، حاجة اسمها شيرو، كلهم سرقوا. وإذا كان مثلا أهل البيت، إذا كان ما يسور الحال، إذا وجدوا حاجة من الذهب أهلا وسهلا، يعني غنيمة كبيرة، أيوة غنيمة كبيرة. إذا وجدوا بربري أو اللي هو الشطة خلاص، وهذا برضو نعمة. إن كنا يعني مش أخذ وحده، يخربون حتى الزراعة، خربوا وأشعلوا النار فيه، وهناك قتلوا المواشي في المراعي. هذا هو مصير كل إنسان، هذا هو مصير كل منطقة، فبالتالي الدفاع هو الأولى، الدفاع هو يعني لابد منه. فلذلك أن هذه مجموعة جنتا، أولا محدودية التعليم، شفت محدودية التعليم، وقراءة العالم بتاعهم بسيطة أيضا، في ذهنيتهم قراءة سطحية، لأن قوات الإثيوبية، الشعوب الإثيوبية يعني عشرة أضعاف، حتى لو تأهبوا إقليم أمهر وحده يستطيع أن يسيطر عليه، فلذلك هم غافلين عن الوضع، لأنه محدودية التعليم دائما يقرأ الأمور بالسطح، فبالتالي هم غافلين عن الأمر ويتلاعبون عواطف. أي إنسان يعمل وفقا لعاطفته نهايته خسران. بالتأكيد نحن ننتصر به. الآن إن شاء الله نصلي، نسمع قريبا النصر عند العفر، أي واحد بلدية اسمها كفرة، هذه البلدية نصلي فيه لصلاة الجمعة إن شاء الله في مسجدها، إن شاء الله. فبالتالي هم يتلاعبون على المواقف وعلى عواطف الناس، يتلاعبون على شعبه، ولكن لم يرحموا شعبه، على الأقل لم يرحم، ينهوهم، يفنيهم. إذا كان إنسان يمتلك الرحمة والعقل، لما فعلوا هذا ما فعلوه عن شعبهم، عن أطفالهم، لأن التجراي غنية عن التخريب، غنية عن الأزمة الجديدة. التجراي والشعب التجراي الآن يحتاج به غذاء، ولا يحتاج به الحرب، ولا انتهاكات، ولا إحراقهم أو بعثهم في مناطق الحروب. أطفال صغيرة، البنين والبنات كلهم أطفال صغيرة يتركون. إذا كان إنسان جروحه كبيرة
بنفسهم يقتلون في المعارك، يقتلون على طول يخلصوا، شفتها؟ أما إذا استطاع أن يمشي معهم يمشي معهم يأخذونه، أما إذا كان جروحه بالغة خلاص يخلصوا على طول. وهذا ما نسمعه أعمال إجرامية. إذا كان هذا يمارسون على أبناء بلدهم فما بالوا أن يمارسوا على أقاليم أخرى؟ ماذا ننتظر عنه؟ محرق، محرق بمعنى الكلمة محرق. أقصد أفهم من كلامك هذا أنه يجب أن نكون يقظين ولا نعطيهم فرصة أخرى من أجل احتلال البلاد. يغزين، لابد أن ننتبه، لأنه وصلوا إلى ما وصلوا إليه هذه المجموعة، هذه العصابة، عن طريق الإهمال، إهمال الدولة، إهمال الشعب، إهمال المناطق التي دخلوا فيها، شفت؟ إهمال، هذا ما فعله إهمالنا وليس قوته. السيطرة على المناطق الساسعة هو إهمالنا، لا نلوم على الآخرين، ليس قواتهم على إن إحنا أعطيناهم الفرصة ونحن غافلين عن عما يريدونه وننتظر الآخرين أن يحاربوا بدلا منا. هذا هو خطأ الكبير الذي ارتكبوا فيها هذه المناطق. المناطق التي دخلوا فيها كلها مأهولة بالسكان، لابد أن يتأهبوا، لابد أن يدافعوا عن عرضهم، ولكن هم لم يفعلوا، فلذلك دخلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. كومبورشا أكبر مدينة في المنطقة، والدس كذلك، والولدية مناطق استراتيجية، شفت؟ يربط عن العفر ويربط بهردار، وهناك مناطق سياحية قريبة عنها. فبالتالي لماذا غفلة؟ لماذا الإهمال؟ هذا هو الإهمال. إهمال ممكن يقتل، ممكن يسقط الدولة، هذا هو المشكلة. والنقطة الثانية، هناك شوشرات، هذه الشوشرة، هذه الأكاذيب، هذه النميمة، لابد أن نكون أن نترفع عنها ولا نسمعها، ولا بد نعرف ماذا نفعل، نحدد هدفنا. الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار، الهدف هو دفاع عن نفسنا، هذا هو الهدف الأساسي في وقت الراهن، في وقت الراهن. فبالتالي أن نركز على الهدف ولا نشتت ذهننا مما يقول الخائبين ومما يقول المهملين ومما يقول المخزلين ومما يقول دجالين، ولا بد أن نركز على المهم، لا بد أن نركز على المهم وننتفع من العقول الأفضل والقدرات الكبيرة، لأن الشعب الإثيوبي ليس شعب ضعيف على الإطلاق، شعب قوي جدا، ونمتلك كل الإمكانيات التي تؤهلنا. والله إذا كان إحساسي صادق ما يأخذ هذا الأمر بدعة أيام، بدعة أيام. نحقق النصر بيدنا، نحقق النصر بيدنا وليس بيد غيرنا، يفتكر لي وليس بيدنا. لأنه ربما سمعوا، ربما سمعوا بعض المثقفين في الستينات، كان في الكتب يكتبون إذا كان الآن دول قائمة يحمونه العالم، يقول كان يقول الكتب القديمة أن الأمم المتحدة تحمي دول القائمة ولا تسمح أن يسقط، هكذا كانوا يكتبون عليها ويقرؤون. ولكن هذا كذب. انظر إلى جوارنا، انظر إلى دولة الكبيرة في سوريا، حتى دولة الوحيدة في الدول العربية ترجموا كلية الطب بأكمله إلى اللغة العربية، سوري كلهم مدنيين. في الأيام سنة 1800 كانت مدارس نظامية في هذه المنطقة، شفت كيف؟ هذه الدولة أين هي الآن؟ هي مغلوبة عن نفسها تحت رحمة القوى الخارجية والميليشيات. فلذلك لا بد أن نفكر بعقلية الدولة وليس بعقلية الميليشيات، لا بد أن نتمثل
أن نتمثل بعقلية الدولة، بعقلية الشعب القوي، بعقلية التاريخ. لا يوجد من الشعب يرمي ذاكرته، تاريخه، شفت كيف؟ ثقافته على مهب الريح، على مهب الريح. شكرا جزيلا، بارك الله فيك سعادة الأستاذ أبو بكر محمد علي على هذا الكلام الرائع.